شو اسمك الكامل؟ عزام يوسف نواجع. قديش لك ساكن هان؟ أنا انولدت بسوسي. شو بيعني لك البيت؟ البيت كل حياتي. يعني شو البيت؟ شو يعني الإنسان لما يكون بدون حياة بدون بيت وين بده يكون؟ يعني بالعراء، لا ما في شيء، لا بيت يقوي ولا ما يحزنون. يعني بدنا نروح زينا زي أي حاجة في الجبال دايرة، فهذا لا يمكن. يعني بدون بيت، أنا انولدت بسوسي وراح أبقى في سوسي حتى لو هدموا البيت راح أبني. ما بتحرك من هنا ولا مرة، وهذا شيء من سابع المستحيلات إني أطلع من سوسي أو أدش سوسي. يعني لو هدموا، لو هذا ابو حبقى في سوسي وحبنيه وخليهم يهدوا كمان وكمان وكمان. شو اسمك الكامل؟ سناء محمد جان النواجع. قديش لك عايشة هان؟ يمكن لنا 10 سنين، اليوم تجوزت وانا عايشة. شو بيعني لك البيت؟ والله البيت يعني هو اهم اشي، يعني ما نقدرش نعيش يعني غير البيت هنا في سويس، وما عندناش أرض يعني غير هنا طبعا. شيء شو كمان؟ هو أهم إشي يعني نضل عايشين هنا عشان الأرض، إذا بتتحرك يعني دول اليهود ياخذوها الأرض. طب لو أجوا الجيش وهدموا هان شو راح تعملوا؟ راح نعود نبني ونضل عايشين هون لحد ما نموت. يعني تتركوش المنطقة؟ لا ما تتركوش، يعني لو تركنا راح ياخذوها اليهود. شو اسمك الكامل؟ الكامل اسمي خالد حماد اسماعيل النواجع. قديش لك ساكن هان؟ انا اصلا انولدت يعني في المنطقه. شو بيعني لك البيت؟ البيت هو يعني الحياه، البيت كل الحياه. يعني انت ما دام انت في البيت انت هذا كل يعني بعطيك كل رموز الحياه. البيت شو كمان؟ كيانك، هويتك، كل شيء. لو اجوا هدموا انا شو راح تعمل؟ شو اعمل؟ لا سمح الله لو بيهدموا، هذه مش بعيدة عنهم. يعني اذا هم بيهدموا هذا البيت خالص، يعني هو هذا البيت شو بيأثر عليهم بعدين؟ ليش لما لم يهدموا؟ اذا بيهدموا هم هدموا اصلا اكبر من هيك، وانا ما بتأمل انه يعني يتم عملية الهدم. فيما لو هدموا شو راح تعمل انت؟ يعني هذا المستقبل، بضلش مستقبل للبني آدم، يعني ألم شديد بكون. يعني بترجع من جديد تبني؟ طبعا برجع بأبني من جديد، وراح أظل أبني لو بدهم يظلوا يهدوا، وراح أظل أبني بإذن الله. شو اسمك الكامل؟ سلام شحد النواش. قديش لك ساكنة هان؟ 14 سنة. شو بيعني لك البيت؟ البيت بعني لي كل شيء. شو بعنينا البيت؟ بعني لي انه ظل بس ستر في انا والولاد، بكره لما يهدوا وين نروح؟ يعني نقعد تحت الشمس؟ طب لو هدوا شو راح تعمل؟ شو بدي اعمل؟ بدي اتوكل على الله. شو بدي اعمل؟ بس بطلعش يعني من هين، بضل صامد حتى الموت. يعني مستحيل اطلع من هين لو هدونا. يعني هم بيهدوا هين وانا بروح اقعد هناك، يعني بطلعش من سوسي بات. شو اسمك الكامل؟ اسماعيل سلامي اسماعيل النواجع. قديش لك عايشان؟ 30 سنة. شو بيعني لك البيت؟ شو أهميته بالنسبة لك؟ البيت ساكنين فيه عن قوينا عن المطر وعن الشمس وعن وبيت خيش، لا هو حجر ولا حاجة. شو كمان؟ وساكنين فيه عند مغارة كمان كنت بحش تبيدي، أو كمان مخطرينها، مخطرين إياها. لو أجوا يا حج أجوا هدموا شو راح تعمل؟ بظل تحت النجم. ترحلش يعني؟ برحلش. لغات ولا أطغيتي إلا الموت يبعدنا منها.
اسمك؟ وزي محمد سير. قديش الكي ساكني هان؟ أنا من ال وقت ال من الثمانين. الثمانينات. من الثمانينات. شو بيعني لك البيت لو خيمها السكن هان؟ السكن هذا إحنا ساكنين فيه من يوم إن خلقنا وإحنا ساكنين فيه. كنا ساكنين في سوسي. ساكنين في سوسي وبقينا ساكنين ورحلونا اليهود من وقت الثمانية واربعين. وجينا بعدين جينا هان وهذه وطاتنا وإحنا ساكنين فيه. طيب لو أجوا الجيش وهدوا هان شو راح تعمل؟ هدوا من هان وإحنا بنبني من هان وطاتنا إحنا نسكن فيها يعني وين ما نروح من هان ما نظل ساكنين فيها. هم بهدوا وإحنا بنبني هم بهدوا هان وإحنا بنبني من هان وين بدنا نلاقي يعني وين ما نروح. شو اسمك الكامل؟ أنا نصر محمد أحمد نموزعة. قديش لك ساكن هان؟ أنا مواليد هذه المنطقة مواليد سوسية. شو بيعني لك البيت؟ بيعني لي كثير. أنا بشعر بالأمان الدفء والمقر اللي بتشعر فيه في الراحة. تلتقي أنت الأولاد والعائلة. لو أجوا هدموا هان شو راح تعمل؟ طبعا مؤسف جدا اذا بيهدموا بيت يعني البيت اللي بتشعر فيه بالامان. اذا هدموا راح اكيد راح نبني من جديد لان بنؤمن هاي بيوتنا وهاي ارضنا. شو اسمك الكامل؟ مريم محمد خليل نواجح. قديش لك عايشه هان؟ ان شو عايشين هان اكثر من 50 سنه. شو بيعني لك البيت؟ شو أهميته؟ شو يعني البيت لك؟ قاعدين فيه قوينا عن المطر عن الشمس عن ال عن كل شيء. شو كمان؟ بعنينا عن كل شيء وين بدنا نروح يعني نقعد؟ مناش غير هو. طيب لو أجوا هدوا وهدموا شو راح تعمل؟ هدموا ونعمل بنبني بنرجع فيه هو وين بدنا نروح؟ نعطي أرضنا لليهود؟ يعني بترحلوش؟ لا نرحلش. ما هذا بدهم إياه اليهودي نرحل ويسكنوا مطب. شو اسمك الكامل؟ اسمي حج سارة سلام إسماعيل النواجع. قديش لك عايش هنا حج؟ أنا عايش من توسي لرج من الحمرة لهنا من يوم خلقت وأنا في هالبلاد. وهذا أثار أبونا وجدنا وإحنا مطنين ومدقرين فرضنا وقاعدين فيها. هدونا أربع خطرات وهذا الخامس يوم بخطرونا وهم ببنوا عمايب ببنوا كل شيء سؤال ولا جواب وإحنا حطينا هدفهم. طب ليش؟ طب حجي لو أجوا أو قابل شو بيعني لك البيت؟ بلقينا عن المطر بلقينا عن الشمس وإحنا حاطين وجداننا أرضنا وبلادنا يبناش نقوم نروح. هذه حياتنا واحنا عايشين فيها برضنا. احنا بدنا العدل وبدنا ناس يساعدنا وبدنا ناس يشوفنا شو حياتنا. طب حجي لو اجوا وهدوا شو راح تعملي؟ شو بعمل؟ بظل مواطن لو انا في الشمس بظل وين بدي اروح؟ ترحليش يعني؟ برحلش. لا هذه بلادنا برحلش منها ارضنا.